إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل الصباحي المباشر هنا نواحي بن سيمان بالفنارات، أحد المحلات لبيع الحبوب. بعد ما الثمن كان طالع بشكل كبير وكبير جدا، حتى دابا باقي طالع غير نقصات واحد 10 دراهم تقريبا في العبرة، تقريبا اللي كاينه منقوصه على غرار الاسبوع الماضي اللي كان واصل الزرع 150 درهم العبره بالنسبه للقمح، في حين ان الفارينه كانت دايره 100 درهم العبره. مشاهدينا الكرام، ف اليوم كيف ما كتشوفوا شوفوا تبارك الله الخيرات، ف الفارينه دايره 80 90 درهم العبره، في حين ان القمح داير مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في 130 135 درهم العبرة. مشاهدينا الكرام، الصورة أمامكم على المباشر، الخيرات تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، فالقمح نزل الثمن بعض الشيء، ماشي نزل يعني ولا رخيص، ف غير منقوصة واحد 10 درهم بالمقارنة مع أسبوع الماضي، في حين أن الفارينة دايرة 90 80 درهم العبرة. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، دائما الصورة أمامكم على المباشر. مشاهدينا الكرام، فالزرع نزل بعض الشيء في الثمن كيف ما ذكرت، فالفارينة 80 درهم العبرة 90، في حين ان القمح الثمن ديالو دير 130 140 درهم العبرة. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، الصورة امامكم على المباشر، خيرات تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. مشاهدينا الكرام، الخير موجود، شيء جميل جدا في هذه البلاد السعيدة، بلاد الامن والامان، بلادنا العزيزة، وهو الى خرجتي للزنقه غادي تتقدى، غادي تتقدى كي بالغلا كي بالرخا، المهم غتلقى. فبعض البلدان غير مجاوره ديالنا تخرج للزنقه واخا يكون عندك فلوس ما غاديش تتقدى لان ما كايناش سلعه، وهذا هو الشيء الجميل والرائع في هذا البلد الامن، بلد الامن صراحه والامان وبلد الخيرات. كيف ما ذكرت تخرج للزنقه يكون عندك غير فلوس غادي تتقدى بالغلا ولا بالرخا، المهم غتلقى. كيف ما ذكرت في بعض الدول المجاوره ديالنا فكتخرج ما كتلقاش سلعه، ما كتلقاش الخير، فهنا كتلقى الخير تبارك الله. الصوره امامكم تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. نتمنى ان شاء الله غير امطار الخير الى روات ان شاء الله، اكيد الثمن غادي ينخفض ديال عده منتوجات ان شاء الله باذن الله. اذا دائما الصوره امامكم على المباشر مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تي في، ف الزرع هاد الايامات نازل بعض الشيء، نقص واحد 10 درهم تقريبا في العبره مقارنه مع الاسبوع الماضي، فالفارينه 1600 1800 القمح 130 120، ناس كتسول على القطاني، القطاني غاليه بزاف، القطاني طالعه بزاف، فالحمص 25 درهم للكيلو، اللوبيا 22، والعدس 20 درهم الكيلو. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، ما بقى لي الا نودعكم، دمتم في رعاية الله، الى اللقاء، ونتمنوا يا رب ان شاء الله امطار الخير، الى روات اكيد ان شاء الله الخير تتوجد والثمن غادي ينخفض. الى اللقاء، الى الملتقى، نهاية اسبوع موفقة للجميع باذن الله، دمتم في رعاية الله.